طبعا احنا جايين نشارك معرض الرطب. عندنا النخل الأنسجة اللي هو يعتبر من الأحسن وأفضل عن النخل العادية، اللي هو قليل أقل مرض وأقل يعني نسبة في السوت وهالأشياء أقل، وينتج أكثر. الأصناف الموجودة عندنا اللي هي خنيزي، سلطانة، شيشي، نبتة سيف، هلالي، عياشة، خنيزي أبيض، فحل مدينة العين، فحل خطيبي. عندنا الحين في غرة، عندنا نزلنا شمشولة بس ما شاء الله خلصت ما تمت، وعندنا أصناف إن شاء الله جديدة بتنزل الشهور اللي جاية بإذن الله لحد.